عايدة، لك واقفي وين رايحة هلا؟ بلال انا بكرهكم وبدي اخلص منكم كلكم كمان، فهمت؟ ايه خلص عايدة، بكفي مالك صغيرة، انت لازم تكوني اقوى على القليل كرمال اخوك المسكين. ليش عم تتصرفي بلا وعي ومسؤولية؟ ليش انت ما عندك امل بشي؟ بابا كان يجي يومين ويدير ظهره ويروح، ومع ذلك انا ضل عم استناه. عائشة حاولت تروح وكان بدي استناها بس ما قدرت وجبتها، وهلا كمان انتو امشوا وانا بضل قاعد عم بستنى. ديري ظهرك وامشي، ديري ظهرك لامك ولاختك وللكل، وروحي. متعود انا اني ضل عم بستنى، ما حدا بيفكر ببلال لو شو ما صار فيه. بلال معلش، بلال بيستنى، بلال بيشتاق. يلا روحي لشوف، روحوا كلكم، يلا روحي. وينك ولا؟ مثل ما قلت لي معلم، بعيد عن العين. ايه منيح كتير، تعال الموعد، الآغا بعت لك مصاري معي. يلا رح اجي، والله انا بحاجتهم كتير بهالوقت. طيب طيب بكفي. اللي هاد الزلمة فاق هلا، مو مشكلة لا توقف معي. تمام. شو يا قاسم؟ آغا الزلمة فاق. بسرعة بسرعة حلها قبل ما يجي وكيل النيابة، حل هالموضوع يلا. ما تشغل بالك يا أغا، أنا بالمستشفى. خبرني شو بيصير معك. تأمر يا أغا، اطمن الشغلة منتهية. ما بدك تروحي؟ بلال اتركني، بلال شو عم تعمل؟ اتركني بس بلال، لك اتركني. طلعي حواليكي شو عم تشوفي؟ ورد ما هيك؟ كانت الأرض فاضية هون، متذكرة ولا لا؟ مين اللي زرعها؟ فتون. بدك ذكرك، هي بتكون أمك، وهي هونيك الأرض المحروقة كمان، كنتوا عم تلموا فيها فستو. اي نعم، وبعدين عمك يلي حرقها. نعم حرقها، بس أمك شو عملت؟ هربت؟ نوب. ليش؟ جكر بعدنان ما راحت. شايفة يا بنت، عقلك هالقد بس بيفهم. ليكي عايدة، قلك شي بصراحة، ركزي معي واسمعيني. تعرفي أنا شو بقول لحالي باليوم أكتر من 100,000 مرة؟ فتون هي المرة اللي سرقت لي أبي، هذا اللي بضل عم بقوله. بس بحترمها لأنه بتعمل شغلات وبتقول أشياء خلتني حبها لو شو ما بيقوله. برجع بقول لحالي لا تنسى يا بلال، هي اللي سرقت أبوك منك، لا تسمح لها تسرقك أنت كمان. هي عدوتك، احترمها بس لا تحبها أبدا. بقول لحالي لا تشوفها، اوعى تشوفها، دير ظهرك ورجع. بس يا عايدة، بتكوني انت بنتها ولا تنسي هالشي، لا تديري لظهرك أبدا. جيب الزلمة على التواليت. وينو جواد؟ بالبيت مع عائشة. بده يروح على التواليت لو سمحت. أنا باخده. شو عم تعملوا عائشة؟ طعميتوا للعصفور؟ لا ما أكل. ليش؟ مريض؟ ملو بده يطلع شوي، بدي طالعه. إذا طالعناه رح يهرب. إذا هرب بيروح لعند أهله. طيب ماشي مثل ما بدك عائشة، بالإذن نحن بدنا نطير العصفور.
تفضل معلم. زاهر كوران اجى شي اليوم؟ زاهر ما عاد شفته من زمان. عندي له أمانة لازم أعطيها، إمتى بيجي؟ إذا بدك اتركها عندي وأنا بعطيها. لازم سلمه إياها باليد، جيب لي شاي لو سمحت. تكرم معلم. أعطيك كاسة شاي أوام. اسمعني منيح ولك، مو بدك تعطي افادتك هلأ؟ رح تقول له اني رح لك يا قول نحن كنا سكرانين وحبينا نتسلم على المرأة، يعني ما كنا ناويين نعمل شي، يعني القصة كلها تسلاية، ولما حاولت اني اقرب عليها شوي ضربتني هي بالسكين، هي اللي طعنتك بالسكين. سمعت شو عم قول ولا لا؟ ايه ولا؟ اوعك تحكي كلمة غلط وتبهدلنا معك، وقتها ما رح تطلع من المشفى. الله لا يقدر. يلا يا أخي بسرعة شوي. بأمرك، بس ثواني وبطلع. أنت بدك تطيره؟ يلا روح لعند أهلك. ماما، يا ترى الأولاد شو عم يعملوا لحالهم هلأ؟ عم فكر فيهم اليوم طول الوقت، من جهة هالمسكينة فتون ومن جهة أكلة هم هالولاد، وبعدين مع هالقصة. مرت عمي، بلال معهم، ما تشغلي بالك انتي. خلاص ما في داعي تخافوا على فتون، لأنه فرات رح يساعدها، هذا اللي رح يصير، وأنا جاهزة راهنكم. مو معقول، ما بيجوز نضل هيك. يلا خلينا نروح نجيب معنا البنات وجواد، بيكونوا كتير معصبين منا هلأ، راح يعيطوا ويصرخوا علينا. بس معلش أنا ما فيني أقعد إذا ما بعرف شو عم يعملوا، بلا ما جواد يمرض له شي مرضى لا سمح الله أو يصير معه شي. يا ترى أكلوا ولا جوعانين؟ روحوا. لحظة، ارتاحي انتي، منجيبهم نحنا. أنا كمان رح أجي معك أمينة، منجيبهم سوا. شو صار؟ بسرعة قلي. كله تمام، شدت له ودنه منيح وراح يحكي مثل ما قلت له. ايه ايه، وعطيت الهربان المصاري؟ لا هلأ خلصت ورايح لشوفه فورا. منيح، خلص وتعا. ايه شو بدك تساوي بعد اللي صار فرات؟ طرقاتك كلهم سكرت لك ياهم بإيدي واحد ورا التاني، هلأ لنشوف بطولتك. وين رايح؟ لا تهرب، واقف عندك. لك شو أعمى أنت؟ طلع قدامك. واقف عمل لك. يلا يا بنات تعوا على البيت. أنا ما برجع على هداك البيت بدون أمي. عايدة، شان جواد خطي يضل هون، أنتي ومايا ماشي الحال، بس جواد إذا بقي هون رح تصير حالته أسوأ. بعدين إذا رجعتوا على البيت رح يفكر إنه كل شي رح يرجع مثل ما كان. عايدة تسلميني، لا تعاندينا مشان جواد. شوفوا إذا أنتوا بدكن تبقوا هون أنا رح وقف جنبكن وعد،
بس فكروا بأمكن. شو عم بتقول هلأ؟ إذا طلعت وشافتكن هيك بجن جنون عليكم. ستكن كمان مقهورة، كل حكي عنكن خطي هلكت كرمال جواد، وستكن رجعوا. ستكن ما صدقت ولا مرة إنه فتون مزنبة. بهيك أوقات لازم يكون تحت سقف واحد مع بعض. فتون بريئة ورح تطلع، وكل هالمحكمة رح تخلص على خير. بس لما رح تطلع خليها تشوفكن ببيتكن. نعم فرات، قلي. الو، اسمع له. اي لقيت من شوي الزلمه هرب وما لحقته. لحظه فرات، هلا قلي لشو هالتسرع هاد؟ لازم طالع فتون يا لؤي. فرات رجع على هالفتي فورا. انا بعرف محاميه كتير منيحه، خلينا بالاول نحكي معه. خلينا نشتغل نرفع امر القبض عن فتون، وترك الباقي علي. المنطقه عندك مو من ضمن سلطتي، بس بحكي مع رفقاتي اللي هنيك وبخليهم يساعدوني. لو سمحت ارجع فورا. مو ممكن ارجع بعد ما قربت كل هالقد من الزلمه. فرات اذا بتضل عم تشتغل لحالك حالك رح تنزل القصة اكتر. اترك هالزلمه هلا لو سمحت وتعا فورا. تمام تمام. يا روح على تيتي انت يا عمري، انا اشتقت لك كتير، اشتقت لريحه مراد اللي طالعه منكم كلكم. هذا البيت هو بيتكم، ورح نخلص من هالمشكلة لما نحط ايدنا بايد بعض. طيب ليش ما فكرتي هيك من قبل ما تصير معنا هالمشكلة؟ امي مو هي اللي ضربت الزلمة، وبتعرفوا ان عملت هالشي لتخلص فرات مو؟ انا بشكرك لانه انت صدقتي امي. امشي حبيبي. مو مشكلة، خليهم قدام عيوننا هيك أحسن. مو مشكلة إذا عصبوا علينا شوي. يا حبيبي يا نور عيوني يا بلال، أنا برفع راسي فيك دايماً، بتعرف هالشي ما هيك؟ أنت قدرت تجمع إخواتك وتكونوا مع بعض بهيك وقت. خلص إن شاء الله ما عاد في شي رح يفرقكم. الأخوة بس يمسكوا بعض مو ممكن يفرقون شي مرة تانية. أهلين فرات. مرحبا، كيفك؟ المحامية رفيف خانم. تشرفت بمعرفتك. لو أي حكالي عن الوضع كله، وأنا عملت بحث فرات بيك، ممكن نلغي القبض عليها. أنا رح راجع كل شي مرة تانية. وقولك من وجه مشاكل؟ ما بعتقد، لأنه فتون خانم سجلها العدلي نظيف، وهي يلي تعرضت للتهجم، يعني كان لازم تتحاكم بدون القبض عليها. بحاول، هالشي مو صعب. أصلاً أنا بشوف أنه غير قانوني تتحاكم وهي مقبوض عليها. لكن ليش القاضي ما أمر بهذا الشي؟ يمكن لأنه هي ما لها ظهر. هلأ برأيي المحامي ما قصر بهالشغلة، بس أنا رح أتقدم بهالطلب، وما بعتقد أنه طلبنا رح ينرفض. طبعاً المحامي لأنه محامي لعدنان ما اهتم بفتون، أو في حدا ما كان بده يهتم فيها. شكراً حضرة المحامية، بترجاك تعملي كل جهدك. هذا واجب، كون مطمئن. يا ريت تطلع فتون وترجع للأولاد. إن شاء الله بتطلع. أنت شو عملت؟ عملت جهدي إلحقه بس ما قدرت. برأيي اترك هالزلمة هلا، وتاني مرة لا تعمل شي بدون ما تخبرني. ليك هدول جماعة مو قليلين، بلا ما يصير شي. فوتي ماما فوتي.
شبك ماما؟ في حدا بينسى أمه؟ شو القصة؟ معقول عم تسأل بلال؟ لا حكيت معي ولا سألت عني، من شغل بالك علي أبدا؟ ليك ما بعرف شو بدي قلك، بس أنت راكد ورا بنات هديك المرة وتركتني لحالي هون. شو هالحكي هاد؟ معقول يعني أعمل هيك بدون سبب؟ شوف، عم عاتبك لأنك مو متذكرني، ما فكرت تحكي معي بلال. فهمت عليكي، فهمت، لقيتي حجة لتتخانقي. فتون ما بتحبيها، بس ما عم بفهم شو بدك بالبنات وبجواد. أنا ما بدي شي من حدا بنوب، بس عم بسألك ليش ما اتصلت واتطمنت علي؟ ماما، نحن كنا نحكي ونتساير ونقعد مع بعض كل الوقت، انت شو يلي صاير لك لحتى بعدت عني كل هالقد؟ هاد اللي ما عم بفهمه. ليكي، اذا عندك مشكلة مع فتون انا ما دخلني، شو ذنب جواد والبنات لتفوتيهم بهالمشكلة؟ لا بقى تحكيني هيك، هلا كرمال هالبنات عم توقف وتصرخ بوشي؟ شو عم تحكي انت دخيل الله؟ يا انت كل شي بدك تفهمي بالعكس. مين يلي عم يفهم بالعكس يا بلال؟ مين يلي عم يفهم العكس؟ هاي انا الكبيرة حملت حالي وجيت لحتى اشوفك. لا شو؟ ما عم بقدر شوف وش ابني من هالمشاكل، قلت بشي حتى اطمن عليه، بس هو لا، فورا بده يعيط، ما هيك؟ انا بستاهل تعاملني بهالطريقة؟ انا بستاهل منك هالشي مو؟ امي. نعم. ليكي يا امي، اسمعي، انا ما عندي اغلى منك بهالدنيا، ومشانك انا ما عاد حتى احكي مع فتون اذا ما انجبرت على هالموضوع. شوف بلال، انا 100 مره قلت لك هالشي من قبل ورح ارجع عيده كمان، انا ما عندي اي مشكله مع حدا هون، كل همي بهالدنيا انت بلال. بترجاكي ما تتضايقي. اخ يا روح امك، ما عم بقدر ما اتضايق يا روحي. بعرف انا ما ببدلك بالدنيا كلها، لا تخافي. يا ترى شو بتكون عم تعمل؟ ما بعرف عايدة، بس كل ما عم فكر عم حس قلبي عم ينزف. شوفي شو عم بيصير فينا هون، شلون بدنا نرجع حياتنا؟ يا ترى بنرجع مثل ما كنا قبل؟ مايا شو بيعرفني؟ يلي عم يصير مو معقول. الو. واخيرا. شغلتي بالي عليك؟ لا عم تردي على تليفوناتي ولا عم شوفك. صاير عنا مليون مشكلة. صوتك كتير تعبان عايدة. ما حارتاح لقابلك، فهمتي؟ جاي لعندك. لا تجي لو سمحت، في مشكلة كبيرة هون، وهلأ ما بقدر اترك البيت، لا تحطني بموقف صعب. خليني شوفك طيب، اصلا انا قريب. يلا تعي على الباب. لا نزار، قلت لك ما. الو. اوف. ادخل. تفضل اغا. شو عملت؟ تمام الامور؟ اغا ابن خالتك لحقوا للزلمه لهنيك. اوف منك يا فرات، اوف. وين قال الزلمه؟
فرات فهم حدا انه بده يعطيه مصاري، خبرولي بالقهوة، وهداك فكر انا اللي اجيت بس فلت من ايديه. ايه اغا، في شغلة لف، هادي امره منتهي. ايه هلأ انا خلصت منك هالمرة يا فتون. شوفي امي هي بالسجن بس مو عاملة شي، رح يحاكموها هونيك. شلون يعني؟ هجموا عليها محل ما عم تشتغل، عم حاولت تحمي حالها بالسكين، وبهالوقت اجى لعند عمو فرات. الحقيقة انه اللي ضرب بالسكين عمو فرات. لكن ليش امك حبسوها؟ هادي اللي ما عم نفهمه، على الاغلب مشان تحمي عمو فرات ساوت هيك. يلا تعي ركبي على الموتور، في محل ظريف هونيك بتريحي راسك. لا اخواتي بحاجة الي هالفترة، صحي اني بحاجة الك انت كمان، بس ما بتركن بهالمصيبة، ارجوك فهم. ماشي بس شوفي اذا صار شيء اتصلي فيني بسرعة. تمام تمام رح اتصل. وين رحتي هلأ عايدة؟ طيب بس خليكي شوي معي هلأ. ضروري فوت بلا ما يشوفنا حدا بنص هالليل، اصلا مو ناقصنا مشاكل اكتر من هيك. تكرمي مثل ما بدك عايدة، بس مثل ما قلتلك اذا صار شيء حاكيني. تمام. هو اللي اجا؟ ايه متضايق وقلقان علي. شو في كمان فوت؟ اوه مين اللي جاي ليزور عمه؟ تفضل بلال. عمي بدي اسألك سؤال. سأل بلال، أصلا الكل عم يجي ويسألني وانت مثلهم، تفضل اسأل. أنا ما دخلني بغيري، إلك إيد بشغلة فتون؟ إذا قلت لا شو رح يصير؟ أنت لو بتصدقني من الأساس ما كنت إجيت لعندي. يا ربي ما خطر على بالي أبدا شوف مثل هيك يوم. هلا بدي اترك على طرف كل شيء وانسى انك وجهت سلاحك علي. مو مشكلة، هاي مقدور عليها، بس انك تيجي وتحاسبني من شان هديك المرة والله ما حذرت. عمي بدي اقول لك شيء. اسمعني منيح، وقف عند حدك معي احسن ما وقفك بطريقتي بلال. اذا هيك وقفني عند حدي عمي. شو عم تقول؟ يلا بلال انتبه. اذا ما انتبهت شو؟ بلال اطلع لبرا. اسمع انا عم نبهك، اذا انت الك ايد بشغلة فتون لازم تخاف مني، عم تفهم ولا لا؟ شو هذا اللي عم تقوله لك؟ بدي خاف منك؟ وقت حطيت سلاحك براسي ما خفت منه ولا انهزت شعره فيني. ايوه بدك تضربني كمان ها؟ يا كلب صرت طول الحيط وبعمري ما مديت ايدي عليك من قبل. عمي بلال الك ايد بمصيبة فتون ولا مالك؟ احكي بلال. عمي ماشي يا بلال ماشي. خسارة ضاعت حنيتي عليك، والله ظلم، والله ظلم ظلم.
أمينة؟ البنات بغرفتهم؟ إيه هونيك. عدنان شو اللي صار؟ خبر بشع. رجالي اللي بالمشفى صحي من شوي وقال فتون ضربتني. المحامي قال لي ضربته؟ يا الله معقول؟ نيبال شو الولاد عندك؟ أنا أجيت شوفك مشانه. أمينة وملك إجوا أخذوهن على البيت. خلاص أمي، هلا نحن شو ذنبنا بهالمشكلة؟ نحن قلنا لها لا تشتغلي ولا تعملي هيك ولا تروحي، وأنت قلتي لها، بس هي عملت اللي براسها وإلا بدها تشتغل هنيك. فرات عمل بطولة منشانها، بس الحقيقة ظهرت بالنهاية، ومع ذلك عم تشوفوني مذنب. يا الله. عادي يا عدنان، نحن شو ما عملنا غلطانين وهن الحق معهم. انت تعود على هالشي بيكون احسن لك. نارين، تسنيم قومي صبي لي الاكل. نارين خلاص لا تكبري القصه. بس انا ما عاد فيني اتحمل. ليكو، مع انه فتون طلعت هي غلطانه، ما تركتونا بحالنا. خلاص ما حدا رح يحكي بهالموضوع بعد هلا. مو مذنبه فتون، وهي مشان تنقذ فرات حملت هالتهمه. هذا اللي لازم تعرفوه. اي حكي غير هيك ما رح اقبله. هذا اللي صار هو الصح. انتي احسن ما تضربي بالمره يمين وشمال، روحي تشكريها. مين انقذه لبلال؟ فتون. ولما بلال او وصل لفتون شو ساوت؟ ما فتحت تمها بنوب. وهلا هي نفسها كمان اللي تركت اولادها لحالهم وضحت فيهم مشان تنقذ اخوكي. يا نارين اصحي على حالك. شو ما رح تجي؟ عم تقول ما بدي اكل. خدي لحصة حرام بلا ما تبقى جوعانه. بلا ما تقعدي هيك جوعانه، كلي شوي هلا. شكرا لك، مو جوعانه. خدي يلا. الأكل صار جاهز، إذا ما بدكن رح أرميه فوق راس عدنان، مو مشان شي، يعني أنا هيك ما بعذب عايدة، بس بقلن هي اللي علمتني. كيف بدنا ناكل خالة أمينة؟ شو عم تاكل هي جوا السجن؟ حتى ما منعرف إذا أكلت شي ولا لا. ما بعرف كيف رح أبلع اللقمة. وكمان أنا. بس هلأ إذا أنتو ما أكلتوا أخوكم ما رح ياكل. فتون بريئة وكلنا منعرف هالشي. شو منستفيد إذا هي بريئة وجوا السجن لليوم؟ أنت في معك حق، بس فتون رح تطلع، إذا مو بكرة يلي بعده. أنتو شو وعدتوا لأمكن؟ ها؟ مايا، قومي فيقي أخوكي، كلوا حتى تقدروا تضلوا منتبهين على بعض. أمكن بحاجة إلكن وأنتو بصحتكن. رح فيق جواد وإجي. يا الله، بوس ايدك وعد طولي. أمينة. فرات. كيفوا الأولاد؟ يعني ماشي حالهم هلا، هنن فوق. تمام. حبيبي كل هاللقمة. ما بدي اكل لترجع امي. ايه بس ما بيجوز هيك، بعدين بتصير ولد نحيف كتير، وماما رح تزعل منك. أمي عملت هالشي لحتى ما تحبسك، هي من وراك بالسجن. مزبوط،
وهذا هو الشيء اللي عم يقهرني. الزلمة اللي عطى إفادته ما قدرت إني أمسكه، إلا ما أعرف مين وراء هاي القصة، ورح خلي أمكن ترجع لهون وعد. معروف مين وراء القصة، عدنان. إذا طلع عدنان اللي وراها الشغلة رح يشوف أيام سودة، ما تاكلي هم. أنتو حطيتكن أمكن أمانة عندي، استنوا الأخبار عن قريب، ما رح أرجع لبين ما حل هالموضوع. عمو فرات، رجع أمي لهون لو سمحت. مثل ما بدك جواد، رح رجع لك أمك. مرت عمي، فرات إجا. وينه هلأ؟ عم بيطمن على الأولاد. خال، شو الأخبار؟ شو بدي أقول بلال؟ هداك اللي بالمستشفى صحي، قال فتون طعنته وسجلوا هالحكي بالإفادة، بس أنا رح على هذا الموضوع. عدنان موجود فوق؟ فوق. أنت روح لعند البنات. طيب. لا تقلن عن إفادته للزلمة بلا ما ينقهروا هلأ. تمام. فرات، إذا المخلوق اعترفت بذنبها، أنت لشو عم تعذب حالك؟ نارين قلت لكم فتون ما طعنته للزلمة. بس كمان يا أخي اللي بالمشفى حكى نفس الشيء. أمينة معلش تسكبي لي شوية شوربة؟ حطي لحالك، أمينة مو خدامة عندك. خلاص ما رح ينقص مني شيء. عادي أمينة، حاجة عم تتعذبي وتحطي الأكل قدامهم، خليها تعذب حالها وتسكب الشورة بلا حالها. أوه أخيراً إجا لعنا بطل العيلة. تعا عود فرات، عود يلا. شكراً يا خالتي، أنا مو جوعان، ما بدي أكل. هلا بتكون سادي نفسه عن الأكل عادي، نفسك سادي مو؟ أكيد عرفت آخر الأخبار وما انبسطت، يعني الزلمة اللي بالمستشفى. عرفت عرفت، الخبر ما بسطني أبداً، بس طير لك عقلك. وين أنت اختفيت هالفترة فرات؟ كنت عم لاحق الزلمة التاني لحالي، بدي أعرف ليش عطاهم هالإفادة الكاذبة، بس فلت من إيدي. طالما هرب معناتها مخبي شي، يعني إذا عطيت إفادتك وكنت بريء ليش لحتى تهرب؟ ما هيك بصير بالأفلام والمسلسلات. انت عم تشوفي افلام كتيرة تسنيم، ها؟ لساتك لاحق هالشغلة، ها؟ يا ريت لو بتركض ورا نارين وبلال مثل ما عم تركض ورا فتون خانم وبناتها. لا تفكر ما بنعرف كل شيء. اركود يا فرات أفندي اركود، واحمل جريمتها لفتون وروح انحبس عنا مثل ما بدك. أخي بلال، شو بدك حبيبي؟ العصفور يا ترى راح لعند أهله هلأ؟ بيكون راح. وأمي إمتى بدها ترجع لعندي؟ إن شاء الله عن قريب. يعني إمتى رح تجي؟ بطانية. Thank you.
خير، وين رايحة من الصبح؟ بدي روح شوف فتون بالسجن. بس اليوم ما رح يخلوك تشوفيها، اليوم ما في زيارات، بجوز تروحي وتتعذبي على الفاضي. بهد الحبس فوق راسهم وبفوت غصباً عن الكل. شوي وبيجي لعندك، يلا ما بتأخر. نلتقى بالقهوة جنب المحكمة، بس تصل خبرني. ماشي، يلا باي. في جديد فرات؟ لقيت محامية جديدة وهلأ رايح شوفها، رح أسعى ليحاكموها وهي مو مقبوض عليها. إذا بدكن شي مستعدة ساعدكم. شكراً نيبال، أنتوا إذا احتجتوا شي خبروني فوراً. المهم المحامية. ماشي، بالإذن. أوف، يلا تحرك شوي بلال. لو بقدر كنت قمت، لا تنقي فوق راسي. يا بنات، جهزوا لي شنتات تياب لأمكن وشوفوا شو بدكن تبعتولها لأخدن. ليش رايحة تشوفيها؟ ايه بدي روح شوف فتون. ايه كمان أنا بدي روح. كمان أنا رايحة معك. ما حدا منكن رح يروح معي ولا لمكان. اليوم كلكن رح تروحوا مع بلال على المدرسة. طول ما أمي بعيدة عني وبالسجن ما فيني روح. عايدة، لا تتعبي قلبي أكتر من هيك بنتي. بلال، يلا خد إخواتك وروحوا على المدرسة. نحن بدنا نروح معك. عايدة، صحيفة فتون أمك، بس أنا كمان بعتبرها مثل بنتي. بعدين أنا بعرف فتون كتير منيح. هلأ إذا أنا أخدتكن معي لهنيك رح تتضايق مني وتقلي قدرية خانم ليش جبتي الأولاد معك؟ مو على أساس هدول أمانة من مراد عندك؟ هيك بتتصرفي مع الأمانة اللي حاطينا عندك؟ وأنا كبرت يا بنتي، بدك بعد ما صرت بهالعمر وطي راسي وإلا الحق معك ما لازم جيبهم؟